النهاردة 16 رمضان، يعني خلاص احنا تقريبا نص الشهر الفضيل عدى وبقينا في النص التاني اللي أيامه كلها بركة ورزق وفضل من الله سبحانه وتعالى. احنا النهاردة هنتكلم عن الأعمال المستحبة في الأيام اللي جاية في رمضان، وإزاي نقدر إن احنا نغتنم الأيام المتبقية من الشهر الكريم. طبعا مفيش شك، ولو كنا مقصرين ازاي بقى نتعامل او نغتنم الفرصه ونغتنم ال 15 يوم اللي جايين ان شاء الله. كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عليها الدكتور محمد الهواري، الامين المساعد للدعوه والاعلام الديني بالازهر الشريف اللي منورنا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، كل سنه وانت طيب يا فندم. الله يحفظك. طيب لو كنا مقصرين في الايام اللي فاتت ازاي نقدر التقصير ان شاء الله يا رب، ازاي نقدر نغتنم الايام اللي جايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحقيقه انه لما ممكن المستمع او المشاهد يتفاجئ النهارده بنتكلم على 16 في رمضان فجاه كده، واحنا كنا لسه يا دوب من تقريبا من دقائق بنقول احنا رمضان جاي ولا ايه، ولا جه ولا بكره ولا بعد ولا كده. ويمكن في القران الكريم في اشاره لهذه المساله، مساله انه ايام رمضان بتجري بسرعه. لما ربنا بيكلمنا عن فرض الصيام وبيقول كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعدها مباشرة بيقول أياما معدودات، وكأن في إشارة أنه أيام بتجري بسرعة سريعة، وكأن برضو ده معناه أنك اغتنمها، اوعى تروح منك هذه الأيام من غير ما يكون فيها حصيلة كويسة وتطلع منها بدروس وعبر وعظات، تطلع منها إنسان مختلف شوي. لأنه الإنسان لما بيدخل رمضان هو داخل أشبه بورشة بتعالج وبتراجع كل تفاصيله، بتراجع فكره وسلوكه وعقيدته وقلبه ومشاعره وأحاسيسه، صدقاته بره وعلاق، يعني كل الحاجات دي بتتراجع في رمضان. فطبعا اللي بيصيب خير أو اللي بيحسن استغلال الشهر واستثماره هو اللي بيطلع منه إنسان شوية مش هنقول مختلف كلية، لكن على الأقل أعاد ترتيب وتنظيم أفكاره وحياته ومشاعره وأحاسيسه، فده شيء طيب جدا. النهاردة عدى نص الشهر من رمضان، لكن هو المعنى اللي بيأكده فينا كل رمضان وكل موسم بيتجدد بيأكد فينا المعنى الطيب ده، معنى الضمير اللي لما يغيب من إنسان، الإنسان يتعب ويبقى مش كويس، والمجتمع يتعب ويبقى مش كويس، لأن احنا محتاجين يبقى فيه ضمير، ضمير على مستوى الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، ضمير مجتمعي. مش عارف الصورة دي لازم تكون واضحة في أذهان الناس، إنه بيفضل ربنا سبحانه وتعالى في شهر شعبان ياكل ويشرب ويعمل اللي هو عايزه ومفيش مشكله خالص، واول ما تقرب رمضان فممنوع ياكل الحلال. يعني الحلال ممنوع منه اللي ربنا اباحه، لكن يتقال له خلاص الاذان خلاص يبقى ممنوع، فيفضل ممنوع ممنوع وقدامه الاكل وقدامه الشرب وهو محتاج ياكل ومحتاج يشرب، ما يقدرش يمد ايده غير لما ياذن ربنا سبحانه وتعالى باذان المغرب فيتقال له دلوقتي اتفضل كل. الفكره دي او المشهد ده بيعلمك انك ماشي باوامر، ماشي بكتالوج، ماشي بمنهجيه، مش ماشي بهواك، مش ماشي زي ما انت عايز، مش ماشي زي ما يقول لك عقلك او تقول لك شهوتك، لا مش كده خالص. المفروض ان في احنا كبني ادمين ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وحط لنا كده ضوابط في الحياه علشان نمشي عليها صح، فبيعلمك ان انت طول 11 شهر عملت اللي انت عايزه، بس خد بالك انت في منهج ممكن يغيب عنك او انت تغفل عنه او تنساه، محتاج تفضل عايش عليه وفاكره كويس قوي علشان حياتك تبقى صح. مساله ان يبقى عندك ضمير ومراقبه لربنا سبحانه وتعالى، مساله انه انا ما اقدرش اكل الحلال ولا اشرب الحلال، حضرتك بتقول مراقبه ما اكلش الحرام. دكتور محمد، حضرتك ذكرت خلال حديثك كلمه مراقبه او هذا المصطلح، نعم، بمعنى ايه لو حضرتك توضحه للناس اكتر؟ المراقبه معناها ان الانسان يبقى عنده يقين انه ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه دائما على الظاهر والباطن. وتصور حضرتك وممكن نتفق على هذا المشهد او هذا المعنى، لما يكون الإنسان عنده هذا اليقين هذه المعلومة إن ربنا مطلع عليا دايما في الظاهر والباطن، في الظاهر في شغلي وسلوكي وتعاملاتي، وفي الباطن حتى في أحاسيسي ومشاعري. تصور لو أنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليا إن أنا بكره حد أو أحقد على حد أو أحسد حد على حاجة أو لأخير، طب أنا هخاف من ربنا. لو ربنا، لو أنا مستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى ورقابة ربنا ليا، طب انا همد ايدي على الحرام ليه؟ ما هو لو انا مستحضر المعنى ده. فحكايه المراقبه دي في غايه الاهميه، ويمكن ده بيربطنا بالحديث الاصلي. احنا عندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا، لكن بعض الاحاديث تعتبر احاديث اصول، احاديث عمد في الدين يعني. منها الحديث المشهور بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو سيدنا جبريل جاله وساله الاسئله المعروفه، قال له ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ وبعدين ساله عن الساعه، وبعدين ساله عن امارات الساعه، خمس اسئله معروفه. فهو لما سأله عن الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت داير بين الحاجتين،
هو يراك كأنه يراك أنت تعبد، يعني تعمل تقدم وتتعبد وتطيع وتلتزم كأنه يراك، يعني تعيش على معنى أنه ربنا فعلا شايفك. طب أنت فعلا مش واصل لأنه شايفك، أنت مش شايف ربنا سبحانه وتعالى، فهو شايفك. ففي رقابة مستمرة على العبد، والإنسان لو فكر فيها صح، ربنا مطلع طبعا، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلاص، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، يعني إذا كل حياتك، ولازم نعرفه إنه إحنا ما بنتحاسبش بالطن ولا بالكيلو، إحنا بنتحاسب على مستوى الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وده حساب يبقى يصعب المسألة شوية علينا، ويوجب علينا ان احنا لازم نصحصح ونراقب ربنا كويس. طيب، مراقبة الله في العلن بكل تأكيد كل الناس بتكون حريصة على حاجة زي دي، لكن في السر هي الأصعب برضو. طبعا. النفس البشرية ساعات بتأمر بسوء، وخصوصا في السر. هل ده معناه ان هذا الشخص منافق مثلا، ان هذا الشخص عبادته لا تقبل؟ بس خليني اقول انه شوف حضرتك، وانت بتقول كلمه منافق وحاسس بنوع من الحرج، لانه الاسامي لما بنحط، احنا في الدنيا بندور على الاسامي، يعني بنحب الالقاب، فبنقول مثلا فلان بيه وفلان باشا والمدير العام وكذا. فتصور ان الالقاب الدينيه لما فلان نقول فلان مؤمن وفلان خلوق وفلان ذاكر وفلان مصلي وفلان مسبح وفلان منافق، صعبه جدا، صعبه. طب حلها ايه؟ حلها المشكله الكبيره بتاعتنا انه مساله المراقبه دي اللي حضرتك بتتكلم عليها، لما تغيب في السر، هي المساله مش اسمه ايه بس، وان كان ده صح ان احنا نحرص عليه عند ربنا، لانه زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكل عبد صيت في السماء، يعني كل واحد ليه اسم معروف في السماء. فانا معروف مثلا اذا كنت كذاب فخلاص فلان الكذاب، فلان المنافق خلاص فلان المنافق، لكن فلان الصادق، فلان المؤدب، فلان الخلوق، كل واحد باسمه موجود عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا مش باسمنا اللي هي محمد ومحمود واحمد وعلي، لا، الصفات يعني. طب الراجل اللي هو في الخلاء او في الخلوه او في الوقت اللي محدش شايفه فيه بيعمل اللي هو عايزه، ده مشكلته ايه؟ ده مش مشكلته في الاسم او اللقب اللي شايله، ده مشكلته انه اعماله الصح ممكن تكون عرضه للضياع. ليه بقى؟ هو احنا لما بنصلي او بنصوم او بنتصدق او بنتكلم كويس او بنتعامل بالحسنى، ايا كان اللي احنا بنعمله، هو انت بتعمله ليه؟ لله. مفيش حاجه تدفعك لده غير المفروض، يعني المفروض انه يكون لله. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الناس الطيبين الكويسين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بس المشكلة ان في ناس بتعمل الاعمال كلها بس قصدها للناس مش لرب الناس، وهي دي الخطورة هنا، ان هو بيشتغل اي حاجة، بيقدم اي طاعة، بيتقرب باي قربة ليقال فلان حاج، فلان مطيع. دي الازمة بقى الكبيرة. يعني انا اقول لحضرتك مثلا حديث عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى بالناس وبعدين اقبل عليهم بيعلمهم كعادته، فبيقول لهم لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا. يعني جايبين حسنات كبيرة جدا زي كالجبال يعني، وبيضا يعني ما فيهاش شبهة، لكن يجعلها الله عز وجل هباء منثورة، ملهاش لازمة. الهباء المنثورة علشان نفهم معناه، انه زي ما يكون نازل شعاع شمس كده من الشباك، فاحنا شايفين في حاجات بتتحرك، الحاجات اللي بتتحرك دي انا لو مسكت بايدي شوية منها ولا ليها لازمة ولا وزن ولا قيمة ولا تمن ولا منفعة ولا اي حاجة خالص، هي بالظبط كده في الصورة الظاهرة في أعمال، لكن في المنفعة والأجور مفيش أجور ومفيش منفعة. ليه طيب؟ فسيدنا ثوبان أصابه القلق من هذا المفهوم، فجاي من آخر الناس آخر الجامع وبيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده ويلوي بيده، يعني بيقول يا رسول الله الموضوع خطير جدا، مين دول؟ صفهم لنا، جلهم لنا، قال لنكون منهم ونحن لا ندري، الموضوع صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، معاكم عادي جدا، مشاركينكم في كل حياتكم، أمال إيه المشكلة؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي الأزمة، أول ما يحس إن محدش شايفه فما عندوش مشكلة يسرق، يبلطج، ياخد المال العام، يدلس، ينم، يغتاب، ما دام حاسس إن مفيش كنترول عليه. يبقى كأن هو لما التزم، التزم عشان خاطر إيه؟ الكنترول اللي عليه. هي دي الفكره المعاكسه مباشره. انك انه لما عمل خير عمل عشان خاطر حد شايفه، يبقى هو مش مراقب ربنا سبحانه وتعالى. بس برضه دكتور، يعني في حد ممكن يقول البني ادم خطا؟ اكيد طبعا. وحتى يعني احيانا لما بيبقى حاسس ان الناس مش شايفاه، ممكن لا يعني ممكن يبقى مثلا اتكلم على حد بطريقه مش لطيفه، يعني ايا كان الفعل اللي قام بيه، هنا المفروض يعمل ايه عشان يقدر ان هو حتى بما انه بيلوم نفسه، يعني بنتكلم هنا على البني ادم اللي بيلوم نفسه اصلا، فده اعتقد ان دي يعني حتى ده يعني نقول ان دي حاجات تبشر بالخير ان هو بيلوم نفسه. جميل، شيء جميل طبعا. حضرتك بتقولي ان هو خطاء، احنا لازم نعترف ان احنا كبني ادمين خطائين، ده فعلا يعني دي طبيعتنا البشريه، احنا مش ملايكه.
ويمكن من ضمن المهارات الحياتيه ان احنا نتعامل مع بعض على هذا الاساس، ان انا بغلط وحضرتك بتغلطي فاحنا بنسامح بعض، انا سامح شويه والمقابل سامح شويه فالدنيا تمشي. لكن مش معنى ان انا اقر ان انا بني ادم وصاحب خطا ان انا افتح الخطا على البحر. لذلك لما النص الشريف لما اتكلم على كل ابن ادم خطاء ما سكتش على كده، قال ايه؟ وخير الخطائين التوابون. بس في الفكره انا وقعت في الغلط نتيجه لبشريتي ولضعفي، لهوايا، لشهوتي، لسوء فهمي، لسوء تقدير، ايا كان، ايا كان السبب، عملت غلط. طيب خلاص نقول لك خلاص انت عشان بشر يبقى ما كتر خيرك؟ لا، وقعت في الغلط يبقى في توبه، يبقى على طول في رجوع، فما فيش مشكله خلاص. احنا وقعنا في الغلط نظرا لضغط، لضعف، لسوء فهم، لسوء تقدير، يبقى مباشره توبه. احدث المفترض المسلم كده يعني يحدث لكل ذنب توبه مباشره. ليه بقى؟ يعني كما قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. وبعدين احنا لما نفكر في مساله التوبه بشرائطها المعروفه عند العلماء نعرف ان منها ان انا لو فيه مظالم انا برجعها لاصحابها. تفتكر حضرتك انا مثلا لو رحت لواحد وقلت له معلش سامحني انا غتبتك او انا جبت سيرتك بحاجه وحشه، هل بعد كده انا هفكر ان انا اجيب سيرته تاني عشان يعني احط نفسي في الموقف الصغير ده وكل شويه اروح لفلان اعتذر له؟ فهي عشان كده من علامات صحه التوبه ان انا ارجع الحاجات لاصحابها، كل مظلمه ارجعها لصاحبها. فالانسان اللي يفقه قيمه نفسه وقدر نفسه وانه انسان مكرم بالطاعه، لان ربنا كرمنا بالطاعه وبالعباده، ما يصغرش نفسه للمعصيه. طيب زي ما اتكلمنا قلنا ان هي ايام معدودات وايامه بتعدي بسرعه، في بعض الناس خليني اقول لك بتستثقل ايام رمضان، يقول لك يا احنا لسه، ده احنا لسه 14، هو فين اللي جري ده؟ يلا هانت العيد امتى بقى وناس مستعجله. ما اعرفش، ممكن اكون مختلف مع حضرتك في الحكايه دي. رمضان كله خير وبركه طبعا. لا بس احنا بنسمع من، يعني انا بسمع على طول، يعني مستصعب الصيام مثلا، مستصعب الصيام، حاسس انه يعني في مشقه، يعني عايز يفطر، عايز. طيب ما ماشي، احنا هنفطر وكل حاجه وهناكل وهنشرب وكل حاجه، لكن المقصود انه في حته بس لازم نفهمها، هو احنا مكلفين مش كده؟ مكلفين يعني. طب هل الناس دي عبادتها منقوصه مثلا او صيامها منقوص؟ ما انا هقول لحضرتك. طيب. احنا بس عشان ما ايه، ما نبصش الناس دي بصه انها يعني ارتكبت جرما ولا حاجه. احنا مكلفين، كلمه مكلفين جايه من الكلفه. كلفه يعني مشقه. فهو النفس طبيعه عايزه تنام وتاكل وتشرب براحتها وتروح وتيجي براحتها، مع انما يقول لك في قيد معين، يلا دلوقتي تعالى صلي، دلوقتي قوم، دلوقتي ما تاكلش، دلوقتي كل. فالنفس البشريه هي حاسه ايه القيود دي؟ بعض الناس طبعا مش كل الناس، بالعكس في ناس بتبقى مرحبه جدا، بتقول فين رمضان، مشتاقين للطاعه ومشتاقين للخير ويمكن ده بيتلاحظ مع اول ليله من رمضان، بتلاقي اول ما يتعرف ان بكره رمضان الناس بتجري على الجوامع ما شاء الله، يعني حاجه جميله. صحيح. يمكن ابعد شويه، ودي طبيعه الفطور البشري اللي بيحصل، اي حد بيبقى في عباده ممكن بعد شويه تصيب يصيبه نوع من الفطور. بس لما الواحد يصيبه نوع من الفطور، من المهارات المطلوبه برضو انك تنوع. فاي طب انت زعلان او خلاص عندك ملل، او طب خلاص غير المسجد، غير الامام، شوف حد صوته مختلف، طب قرات مش عارف ايه، طب تدبر، يعني لازم تغير عشان ما تصابش بهذا ايه الفطور، لان ده شيء طبيعي في النفس يعني. طب الناس اللي بيقولوا كده، اللي بيقولوا كده احنا نقول لهم ببساطه شديده، من استحضر الاجر هانت عليه مشقة العمل. من استحضر الأجر هانت عليه مشقة العمل. أنا لو قالوا لي آخر الشارع في مول أو في أوكازيون أو في عروض أو كلام من ده كله، أو في طابور هتقف فيه ساعة، أنا هقف ساعة طبعا، لأن أنا عارف أنا هاخد إيه. طب لما يتقال لك إن في جنة عرضها السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني متهيألي المسألة لا بسيطة. صحيح. جدا يعني. طيب دكتور برضو يعني في ناس ممكن تكون في الأول كانت زي ما حضرتك قلت حاولت إن هي تواظب على صلاة التراويح وإن هي تروح المسجد، وحاولت إن هي كمان تقرأ في القرآن الكريم على قد ما تقدر، لكن ممكن زي ما حضرتك قلت بفعل الفطور أو طول الوقت في رمضان بيبقى فيه برضو انشغالات شوية، بيبقى فيه دايما عزومات، بيبقى فيه أيا كان اللي بيحصل يعني، بس في ناس ممكن تكون تأخرت شوية عن أداء النوافل دي أو صلاة التراويح أو قراءة القرآن، ازاي ممكن ان هم يقدروا يعوضوا؟ في ناس بتقول ان الصلاه في المسجد، صلاه التراويح في المسجد افضل، وفي البعض بيقول ان صلاه التراويح في البيت افضل، في البعض بيقول انه المشقه في قراءه القران ثوابها كبير جدا، وفي البعض بيقول لا نهون ونقسمها على مدار يعني على طول على مدار الصلوات الخمسه او على مدار الصلوات خلال اليوم. فلو حضرتك تقول لنا ايه الاحسن، ايه الافضل، ايه الاصح؟ هو كل انسان بحسبه، يعني كل واحد بحساباته. انا مثلا ممكن اكون بعد الفجر اقرا وردي، ما عنديش مشكله. في حد تاني بعد الفجر بينام لانه سهران طول الليل. فهي ما نقدرش نحط نموذج واحد نخلي الناس كلها تمشي عليه، انما كل انسان بايه بحسب. لكن اللي احنا حابين نقوله للناس انه لو فاتك شيء من العباده ده مش معناها انه انتهى او ان الباب اتقفل.
دايما باب ربنا سبحانه وتعالى مفتوح. فاتك التراويح مثلا ولقيت انك ما عرفتش تروح الجامعه النهارده، مفيش مشكله صليها، بس المهم تصليها في البيت، المهم انك تصليها، لان التراويح سنه مؤكده. احنا بس اللي احنا بيزعلنا فعلا انه بيبقى عندنا امر شرعي وامر رباني وتوجيه الهي واحنا نهون فيه قوي، ونقول يعني ربنا غفور رحيم. ما هو غفور رحيم فعلا، احنا مش معارضين لده، لكن ما هو الغفور الرحيم علشان ناخد اللي عنده، علشان نطمع في عطائه، لازم نسمع كلامه. هو قال لنا صلوا تراويح، فحاضر هنصلي التراويح. طب لو حضرتك ممكن تقول لنا برضو، تقول للساده المشاهدين ازاي ممكن نصلي التراويح في البيت؟ لو في البيت هيصليها زي ما بيصليها في الجامع، لكن طبعا هيفوت ثواب الجماعه، لان لا شك ان الحضور في المسجد خطوات. طبعا عارف حضرتك الخطوه لكل وانا رايح الجامع دي خطوه تضع عني سيئه وترفع درجه، يعني طب انا عايز اعد خطوات للجامع، دي حاجه انا بخسرها لو انا صليت في البيت. الحاجه الثانيه انا بقابل ناس، ولعله الجمع او الاجتماع على العباده يكون فيهم واحد مخلص ربنا يغفر بسببه للمجموعه كلها. طبعا ده انا في البيت انا مش ضامن مين هو ده موجود ولا لا. الحاجه الثالثه انه انا منصرف للتامل او التدبر والسماع خلف الامام، وانا في البيت انا مشغول بالقرايه، يعني وانا شغلتي بالقرايه بدور على الكلمه وبدور على الاحكام وخايف اغلط، فده ممكن يشغلني عن تدبر المعاني، بخلاف ما هو الراجل بيقرا الامام وانا وراه انا بتدبر براحتي خالص. ففي حاجات كتيره جدا انا لو ما رحتش الجامع انا ما بحصلهاش في البيت. لكن هل معنى كده ان في البيت صلاته مش مقبوله؟ لا طبعا ما نقدرش نقول الكلام ده. وبعدين ما لا يدرك كله لا يترك، بس هي دي الفكره. لكن الاولى احضر مع الناس علشان تكسب ثواب الجماعه من ناحيه، علشان ترفع درجات وتحط خطيئات وتكتب درجات عند ربنا سبحانه وتعالى. معلش اذا سمحت لي، حتى لو رايح مشوار مثلا بالعربيه، يعني رايح لمسجد مشوار طويل شويه بالعربيه هياخد ثواب؟ يعني طبعا بتقول الخطوات كل خطوه بناخد عليها ثواب. ايوه الخطوه مش بالضروره يكون ماشي. الناس هيجي يقول لك مثلا رايح بالعربيه ومش تعبان يعني. لا مش مساله مش تعبان، هو طب ما انا ممكن اروح الجامع اللي جنبي برضه مش تعبان. هي مش مساله تعب، هي مساله فكره ان انا من جوايا المعنى اللي جوايا اللي حركني ايه. عارف حضرتك بعد الفطار عاده الناس بتنصرف بعد الطعام والشراب للراحه، بيتابع حاجه، بيقابل حد عنده عزومه، الكلام ده كله. فلما يفضل مراد الله على مراده، ده في حد ذاته اجر، ده في حد ذاته دليل على انه انسان صادق وطالب عطاء ربنا سبحانه وتعالى. مش مساله انه بيخطو برجليه او بيركب عربيه، وحتى لو بيركب عربيه هتحسب له خطوات، هتحسب بقى ازاي عند ربنا بقى، دي حسابها عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن المقصود انه الذهاب للمسجد لا شك فيه فضل، ده برضو لا ينفي ان فيه فضل في صلاه البيت، بس الاولى ان انا اصليها في المسجد. وحضرتك كمان بتقول ان انا لما اصليها في المسجد خلف الامام افضل، لان هو اللي بيقرا وانا قاعد بتدبر فقط، انما لو انا في البيت هبقى بالي مشغول. ده في حاله ان انا بعرف اقرا اصلا القران كويس. ده صحيح مظبوط. طبعا لا شك ان قراءه القران باحكامه، انا عايز اقول لحضراتكم احساس مختلف جدا، احساس مختلف جدا جدا. طبعا ده مش معناه ان اللي بيقرا وبيتتعتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملوش اجر، لا ده ليه اجر وكل حاجه. لكن المقصود لما يكون الانسان بيقرا بمهاره، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السفرات الكرام البررة، يعني اللي بيقرأ بإتقان ده حاجة عالية جدا. طب والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، هو مش محروم ولا حاجة. بس الفرق بين ده ومن ده، الرجل التاني حافظ وفاهم العبارات بتقول ايه وفاهم معانيها وفاهم الوقف ده لازمته، وعارف علاقه الكلمه دي بالكلمه دي، قصه تانية خالص. ودي دعوه للناس انها بالمناسبه يبقى ليها صحبه مع القرآن، مش مجرد انها معديه على الآيات، لا صحبه، ان القرآن صاحبي. انا عايز اقول لحضرتك انه مثلا بعض المشايخ كان يقول زمان لما كنا نقرا عليهم، لما مثلا نختم سوره فيقول مثلا ايه مبروك عليكم سوره كذا، يعني حاجه جميله جدا، مبروك عليكم سوره كذا، ويمكن المعنى ده مستفاد من حاجه الهيه. يعني مثلا سوره الانعام ودي سوره في القران الكريم اهو، ربنا سبحانه وتعالى نزلها هديه للبشريه معاها 70,000 ملك يشيعونها، يعني نزله هديه للناس، خدوا القطعه القرانيه دي هديه من ربنا ليكم. فربنا بيدينا عطاءات وبيدينا منح وبيدينا فضل، فانا لازم يكون ليا صحبه، مش مجرد ان انا بعدي عليه وبعد ايات على ربنا. المساله مش كده. صحيح احنا هناخد اجر بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل حرف له حسنه والحسنه بعشرة الى اخره، ده مظبوط. لكن في فرق كبير جدا بين اللي بيتصدق بدره او بجوهره واحده، هي واحده لكنها ثمينه جدا وغاليه جدا، وواحد بيتصدق بشويه حاجات صغننه بيعد، بس في الاخر الواحده دي ليها ثمن اكبر. صحيح. هي دي الفكره مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني خليك متامل ومتدبر وليك صحبه مع القران افضل وانفع بكتير من ان انا اعد عليه مجرد قرايه بلسان. طيب لو حد زي ما حضرتك تقول لسه ما عندوش القدره انه يقرا القران باجاده تامه، وبيسمع احدى القراءات من احد المشايخ الكبار وفاتح القران وبيقرا بعينه، شيء كويس. احنا يهمنا يبقى لنا صحبه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وصلت بالاتقان خير وبركه، وصلت باقل من الاتقان خير، وصلت بالسماع بس برضه خير وبركه. المهم ان احنا يبقى لنا صحبه مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لا يعدم الاجر، يعني لا يعدم الاجر.
ان شاء الله. طيب شاء الله. دكتور محمد، كمان يعني بما ان احنا بنتكلم على النص الثاني من شهر رمضان، هذا الشهر المبارك طبعا، كمان اخر 10 ايام يعني اكثر ايام بركه وكلنا بنستناها الحقيقه، ايه المفروض انه لو هنقسم كده اليوم، يعني خلاص 15 يوم، لو هنقسم اليوم هو نقسمه ازاي بالنسبه للعشر الاواخر يعني؟ بالنسبه للعشر الاواخر او حتى أو بدايه من دلوقتي، ما تبقى من رمضان، ما تبقى من رمضان، نقسم اليوم ازاي يعني، حتى بشكل يكون فيه يسر، بانك طبعا احنا كلنا بنشتغل وكلنا عندنا اشغال، ازاي نقدر نقسم اليوم كده بشكل ميسر وسهل ونبقى قادرين ان احنا نذكر الله طول الوقت؟ طيب، هو احنا عندنا في عباره دايما انا بكررها، وهي من كلام الامام النووي رحمه الله، ودي مهمه جدا. العباره دي بيتكلم فيها عن اللسان وادب اللسان يعني، بس قال في اخر العباره، انا مش عايز اخش في تفاصيل الحديث وشرح الحديث، لكن قال ايه؟ والسلامه لا يعدلها شيء. ان الانسان يطلع سليم من موقف، من يوم، من حدث، من حوار، من لقاء، لا يعدله شيء، يعني مفيش حاجه زي كده، حاجه احسن من كده. فانا احط عنصر او احط مبدا او معيار السلامه، ان انا اطلع سليم مش متعور. فانا عايز صيامي يبقى مش متعور، وعايز احاسيسي تبقى مش متعوره، عايز قلبي يبقى سليم مش متعور، عايز فكري يبقى سليم، كل الحاجات دي انا عايز اطلع انسان سليم لربنا سبحانه وتعالى. ويمكن لو احنا بصينا في القران هنلاقي الدعوات اللي دعاها سيدنا ابراهيم يعني صلى الله عليه وسلم، بيقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هو بيتكلم في فكره انه لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع فلوس ولا ما في معنى الفلوس، ولا ينفع بنون ولا ما في معنى البنون. يعني البنون دول مثلا قوة أو عزوة أو عصبة، يشبه زي مثلا كده أن أنا ليا علاقات أو ليا قرار أو صاحب نفوذ. المال زي كده يعني، فهو ما يقصدش المال تحديدا والبنون تحديدا، المال وما في معنى المال والبنون وما في معنى البنون، كل ده لا ينفع الإنسان عند الله إلا إذا كان قلبه قلب سليم. طب أنا أعمل إيه في حكاية القلب السليم دي؟ أنا عايز أحصلها. الإنسان بيعرض ليه في حياته تعاملات في الشغل وفي الشارع وفي السوق وفي المواصلات طب مش ممكن تسيب في قلبه أثر كراهية وبغضاء وحسد وحقد؟ آه ممكن، وارد جدا. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا أسلم قلبي لله، أدع الناس وما يفعلون، دع دين الناس للناس، بلاش نشغل نفسنا بفكرة إنه فلان حلو أو فلان وحش. يعني سؤال بسيط، حضرتك مالك؟ حلو لنفسه وحش لنفسه. آه شغل نفسك ليه؟ شغل نفسك ليه؟ انت اخرك عليك واجب النصح فقط في حدود ما اباح الشرع يعني، حتى مش كل انسان ممكن تنصحه، في انسان ممكن تنصحه وتشد عليه بحسب ما دايره التكليف بتاعتك بتدي لك صلاحيه، زي ابنك مثلا تنصحه وتشد عليه وممكن تضربه ما فيش مشكله، لكن في انسان ممكن تنصحه نصح لطيف جدا، في انسان ممكن تشاور له من بعيد، فبحسب دايره التكليف اللي انت عليكم انفسكم، ما هي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، هيهدي في القران، لكن ما هي لها تفسير، المقصود انه في دوائر للتكليف. فانا مثلا عندي موظفين، الموظفين انا املك ان انا اقول لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا، لكن الموظفين اللي في الاداره الثانيه ما اقدرش. صح، ممكن يبقى بيني وبينهم واجب الاخوه او الزماله بس، ففي فرق اهو. يبقى دوائر التكليف مختلفه من انسان لانسان بحسب صلاحيات دائره تكليفك، انت هتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ربنا ييسر الحال. فاحنا المقصود ان احنا نطلع ايه؟ نطلع بقلب سليم، ما اشغلش نفسي بفلان، ما اشغلش نفسي بالناس، ما اشغلش نفسي بالدنيا، شويه شويه نوقن ان الاشياء ربنا سبحانه وتعالى والمقادير كلها بترتيب وبنظام، ان كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجه بقدر. فهو فلان وحش، ما هو بقدر. طب فلان حلو وما يستاهلش، ما هو بقدر. طب فلان ربنا اداله عربيه وانا ما اداليش، ما هو بقدر، كل حاجه بقدر. انت صحيح. انت متعصب ليه ومزعل نفسك ليه؟ المساله بسيطه جدا يعني. فنعيش على معنى تقدير ربنا ونحترم تقدير ربنا في الخلق، ساعتها هنهدى شويه وتبقى الامور اريح. ربنا يتقبل منا جميعا صالح الاعمال، واللي كان مقصر في الايام اللي فاتت لسه قدامه فرصه طبعا ان هو يغتنمها، عسى الله ان يجعلنا من عتقائه من هذا الشهر الكريم. شكرا جزيلا للدكتور محمد الهواري الامين المساعد للدعوه والاعلام الديني بالازهر الشريف، الف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك.